يا بودي اصحى يا حبيبي، هنتأخر على المدرسة. صباح الخير يا مامي، هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 7، يلا قوم بقى ادخل التويلت واغسل وشك واسنانك والبس اليونيفورم وجهز كل حاجاتك، وانا هروح اصحي اخوك هجهز لكم الفطار واللانش بوكس. يلا بسرعة يا بودي أخرتنا. حاضر يا عمر. أنا جاهز يا مامي. وأنا كمان جاهز يا مامي. برافو عليكم يا ولاد، أنا مبسوطة منكم قوي علشان انتوا لبستوا نفسكم وجهزتوا كل حاجة وما تعبتوش مامي، شطار قوي. وانا كمان يا مامي ساعدت اخويا وطبطت. وانا يا مامي عرفت البس الشوز لوحدي. يلا بينا يا ولاد، كل واحد ياخد اللانش بوكس بتاعه ويلا ننزل. بس في حاجة لازم نتفق عليها قبل ما نتحرك، محدش فيكو يحاول يفتح الباب او الازاز لان ده هيبقى خطر علينا. مامي لو عاوزت افتح الشباك يا مامي اعمل ايه؟ اوعى تحاول تفتحه بنفسك، تقول لمامي او بابي اللي موجود معاك في العربية او الميس او اي حد كبير وهو هيتصرف. ما بنلعبش في اي حاجة في العربية خالص، ولازم قبل ما نتحرك نربط حزام الامان. يلا يا ولاد علشان وصلنا، خدوا بالكم من بعضيكم، ما تعملوش اي شقاوة وخلصوا الاكل كله. جود باي مام. جود باي مام. جود مورنينج، ازيكم عاملين ايه؟ هناخد النهاردة درس جديد خالص. درس النهاردة عن التعاون. لو سمحت يا ميس، هو يعني ايه تعاون؟ التعاون ده اللي هو مساعدة الآخرين، يعني مثلا تساعد باباك ومامتك، اخواتك، صحابك، قرايبك من غير ما يطلبوا منك كمان. لما تشوف حد محتاج اي مساعدة تساعده وتتعاون معاه. ممكن انت واخواتك تتعاونوا ان انتوا تنظفوا البيت، تتعاونوا ان انتوا تعملوا حاجة جديدة، تصنعوا حاجة. انا عايزة كل واحد فيكو يقولي حاجة هو تعاون فيها. انا واخواتي بنساعد مامي في تنظيف البيت، وانا بساعد اخويا الصغير وبوضب اوضتي، وبساعد بابي ومامي في اي حاجة يحتاجوها. وانا كمان يا ميس بساعد مامي في المطبخ وبودي معاها الطباق على السفرة. برافو عليكم يا ولاد، كلكم بتعملوا حاجات كويسة قوي وبتساعدوا مامتكم وباباكم واخواتكم، وكمان لازم تساعدوا الناس وتساعدوا قرايبكم. انا هقولكم على حدوتة بتشرح لنا معنى التعاون. كان مرة في واحدة ست عندها 3 ولاد. ال3 ولاد دول كانوا طول الوقت بيتخانقوا، طول الوقت بيزعلوا بعض. فمامتهم فكرت في فكرة، دخلت الأوضة وجابت شنطة كبيرة وحطت فيها هدوم كتير قوي، والشنطة بقت تقيلة جدا. ونادت على أول واحد قالت له شيل الشنطة، طبعا ما قدرش لأنها كانت تقيلة عليه جدا. نادت على التاني يحاول يشيلها، ما قدرش هو كمان، والتالت كمان ما قدرش يشيل الشنطة لأنها كانت تقيلة جدا جدا. وبعد كده مامي قالت لهم حاولوا تشيلوا الشنطة انتوا التلاتة مع بعض. بصوا لها كده وقالوا لها مستحيل، ما احنا ما قدرناش نشيلها. قالت لهم لا، جربوا انتوا التلاتة مع بعض، حاولوا يشيلوها مع بعض، قدروا وكانت سهلة قوي، وعرفوا يرفعوها وما كانوش تعبانين. فمامتهم قالت لهم شفتوا بقى يا ولاد ان التعاون مهم ازاي، وان هو بيخلي الحاجة الصعبة اسهل كتير لو انتوا اتحدتوا وتعاونتوا مع بعض.
بدل ما تتخانقوا وتعملوا مشاكل؟ ده انتوا لو ساعدتوا مامي في البيت مامي مش هتتعب وانتوا كمان مش هتتعبوا، وكمان لو مثلا بابي شايل شنط كتير وكل واحد فيكوا شايل معاه شنطة، بابي مش هيتعب وانتوا كمان مش هتتعبوا، وهنبقى ساعدنا بعض وتعاوننا مع بعض. وفي كمان يا ولاد طريقة سهلة قوي للتعاون، يعني احنا مثلا حتى لو ما ساعدناش مامي ممكن نساعدها بطريقة تانية، ان احنا ما نبهدلش اللي هي عملته وتضطر ان هي تعمله تاني. وكمان لو الميس بتشرح ما نضايقهاش ونقعد نتكلم كتير ونعمل دوشة، لا نساعدها بان احنا نفضل ساكتين وقاعدين مؤدبين. الله يا ميس، ده درس حلو قوي، انا حبيت التعاون جدا ودايما هساعد مامي وبابي واخواتي وكل الناس، ومش هضايق حد ابدا ولا ابوظ له الحاجه اللي هو بيرتبها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتتعاون معاه. ممكن انت واخواتك تتعاونوا ان انتوا تنظفوا البيت، تتعاونوا ان انتوا تعملوا حاجة جديدة، تصنعوا حاجة. انا عايزة كل واحد فيكو يقولي حاجة هو تعاون فيها. انا واخواتي بنساعد مامي في تنظيف البيت، وانا بساعد اخويا الصغير وبوضب اوضتي، وبساعد بابي ومامي في اي حاجة يحتاجوها. وانا كمان يا ميس بساعد مامي في المطبخ وبودي معاها الطبق على السفرة. برافو عليكم يا ولاد، كلكم بتعملوا حاجات كويسة قوي وبتساعدوا مامتكم وباباكم واخواتكم، وكمان لازم تساعدوا الناس وتساعدوا قرايبكم. انا هقولكم على حدوتة بتشرح لنا معنى التعاون. كان مرة في واحدة ست عندها 3 ولاد، التلات ولاد دول كانوا طول الوقت بيتخانقوا، طول الوقت بيزعلوا بعض. فمامتهم فكرت في فكرة، دخلت الأوضة وجابت شنطة كبيرة وحطت فيها هدوم كتير قوي، والشنطة بقت تقيلة جدا، ونادت على أول واحد قالت له شيل الشنطة. طبعا ما قدرش لأنها كانت تقيلة عليه جدا. نادت على التاني يحاول يشيلها، ما قدرش هو كمان، والتالت كمان ما قدرش يشيل الشنطة لأنها كانت تقيلة جدا جدا. وبعد كده مامي قالت لهم حاولوا تشيلوا الشنطة انتوا التلاتة مع بعض. بصوا لها كده وقالوا لها مستحيل، ما احنا ما قدرناش نشيلها. قالت لهم لا، جربوا انتوا التلاتة مع بعض، حاولوا يشيلوها مع بعض، قدروا وكانت سهلة قوي، وعرفوا يرفعوها وما كانوش تعبانين. فمامتهم قالت لهم شفتوا بقى يا ولاد ان التعاون مهم ازاي، وان هو بيخلي الحاجة الصعبة اسهل كتير لو انتوا اتحدتوا وتعاونتوا مع بعض بدل ما تتخانقوا وتعملوا مشاكل. ده انتوا لو ساعدتوا مامي في البيت مامي مش هتتعب وانتوا كمان مش هتتعبوا، وكمان لو مثلا بابي شايل شنط كتير وكل واحد فيكو شايل معاه شنطة، بابي مش هيتعب وانتوا كمان مش هتتعبوا، وهنبقى ساعدنا بعض وتعاوننا مع بعض. وفي كمان يا ولاد طريقة سهلة قوي للتعاون، احنا مثلا حتى لو ما ساعدناش مامي ممكن نساعدها بطريقة تانية، ان احنا ما نبهدلش اللي هي عملته وتضطر ان هي تعمله تاني. وكمان لو الميس بتشرح ما نضايقهاش ونقعد نتكلم كتير ونعمل دوشة، لا نساعدها بان احنا نفضل ساكتين وقاعدين مؤدبين. الله يا ميس، ده درس حلو قوي، انا حبيت التعاون جدا ودايما هساعد مامي وبابي واخواتي وكل الناس، ومش هضايق حد ابدا ولا ابوظ له الحاجة اللي هو بيرتبها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.